لازم الحكومه باش تكون حكومه كفاءات وطنيه مستقله وانت مستقل اليوم نجم نقاوكم حبيبي زين رد بالك نحن ناس بالحق كفاءات ونحن بالحق مستقلين هما في بالك باش يكلمونا لا 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 سي قيس سعيد لا سي الحبيب انا ما نكذبش على روحي انا كرم لحيتي ونعرف نعرف نفسي الشخصيه الوطنيه فما شكون يرى في مواقفك و اطلالاتك الاعلاميه وحتى نشاطك في صفحتك في الفيسبوك وانك تتطلع مش باش تكون وزير فحسب بل انه عندك طموح باش تكون رئيس للحكومه اي بوكوا با طرح على نفسك المهمه هذه ابسوليمون ونشدها ونقدها ونعرف كيفاش نركبها ونعرف كيفاش الشخصيات اللي نجيبها شنو تسمي لي قال له امراه وما امراه محمد ديسكور هذا راهو غلط شكون وفاء الحمد لله كانت تخدم في امريكا جات تقري في تونس واحده معناها شاف دو بروجي ما خدمتش كومي فو مازالت ما ندخلهاش اناليست انا في شركتي انا عايش في امريكا 35 سنه وانا جي جي غي دي زونتربريز تاع التكنولوجيا ونجم نقيم الناس هذ بالله العظيم من نبدو العالم يضحك عليه مع احترامنا للجميع لا مش احترام هذا تقييم تقني تقني محمد انا ذي خدمتي تقييم تقني تو تقارن منجي الحامدي بهذه ولا شنو النفخان شفت الميديا هذه قدمها نجي الزعيري برا شوف كيفاش معناها كيفاش خدمة اللعبة مع نجي الزعيري وبدات فهمت ولا لا الماكينة تخدم قال لك وزير خارجية شنو خدمة انجينيور دو تكنولوجيا التاريخ الحقيقة ظهور مفاجئ شوف محمد سويون سيريو سفيان بن ناصر لو تمر المسألة لرئيس الجمهورية ونقوى أنفسنا أمام حكومة الرئيس أو حكومة الشخصية الأقدر ويعرض عليك المنصب هذا يتقبل ابسوليمون نمشي نخدم تونس ونعرف كيفاش نبني التحالفات ونعرف كيفاش نخدم مع الاحزاب كيما التيار وكيما حركه الشعب وكيما تحيا تونس ونعرف كيفاش نجيب الكفاءات اللي تنجم تخدم على خاطر عندنا برنامج معين وعندنا اهداف معينه واكثر حاجه محمد مازال الدوله هذه تعاني من مانك دو كوميونيكاسيون ما يعرفوش مازالوا ما يتكلموش مع الشعب التونسي